صغيرة لولو حلقتها مثيرة لولو في نصف ساعة لولو أجمل رواية لولو نوادر وحكاية لولو هيا يا أطفال قوموا هلموا نشاهد 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 لولو هيا يا أطفال نحتاج إلى كتلة ضخمة من الجليد. حسنا، ما مقدار هذه الكتلة؟ كتلة تكفي لصنع رأس تمثال من الجليد. ها هي الكتلة. هذه لا تكفي. لا تهتم، نضيف إليها كمية أخرى. علينا أن نصنع أكبر تمثال من الجليد، نتفوق به على الجميع. حسنا، لنتابع العمل. عن قريب ينتهي العمل، هيا تابعوا العمل بنشاط. طريق منحدرة وإلى انهيار الفساد. انهيار الفساد، انهرت انهرت. ماذا تقصدون بعملكم هذا؟ لقد حطمتم لعبتنا. تسني تلك الحفنة من الثلوج تمثالا يا منفاخ. الخرتيت ورفيقاه يتحدوننا. ماذا تعني بهذا؟ أتبحث عن المتاعب يا مفروس؟ يحتاجون إلى درس. إن من يحتاج إلى درس هو أنت أيها البرميل. لقد بلغ الكيل الزبا، إلى الهجوم يا رب. ألا يمكن أن يحل الوفاق بينكم؟ أرجو ألا تتدخلي فيما لا يعنيك يا لولو، أنا الآمر هنا. طبعاً نحن. حان الوقت ليعلم من هو نفخ. نفخ نفخ، نادينا نادي نفخ. هجوم هجوم. لم تتأخرتم بخطوط الدفاع؟ مستحيل أن يسود الوفاق بين دحرج ونفخ، هذا شيء من المحال. هيا اصنعوا القنابل الجليدية. تحرك. يجب أن تكون لدينا أكبر كمية منها. أصبحت لدينا ذخيرة تكفينا لمدة طويلة. نسينا شيئا هاما، يلزمنا طعام وماء. لا تذكرني بالطعام الآن، يجب أن نستطلع ما يفعل دحروج. ترى ماذا يخطط؟ سنرى من سوف ينتصر. نحن طبعا. اصنعوا الكثير من هذا. كم ستطول هذه المعركة بيننا وبينهم؟ إنهم يحاصروننا ونحن بالتالي نحاصرهم، والنصر لمن يصمد. لماذا لا نهاجمهم وندعهم يستسلمون؟ اترك هذا الأمر لنفيخة، فهو الرأس المفك. أريد أن ننتهي من هذه المعركة بأسرع ما يمكن. لا تنس بأنهم يفكرون نفس تفكيرك. انتبهوا، أسمع صوت وقع أقدام. إنه دحروج يرفع علما أبيضا. هل يستسلم؟ يجب أن يستسلم دون قيد أو شرط، ويعيد بناء تمثالنا. لماذا لا ننتظر حتى نعرف سبب قدومه يا رفاق؟ فعلا نعيم على حق. جئت أعرض عليكم اقتراحا. كل آذان صاغية، تفضل أطربني. حسنا، هذه هي شروطي. لا تملي شروطا. لماذا تحاصروننا ونحاصركم؟ سوف نتجمد جميعا من الصقيع. لهذا أقترح عليكم أن نبدأ لعبة المعركة خلال ساعة، والمنتصر فينا يعتذر للآخر ويقدم له الحلوى. اقتراحك مقبول، وأرجو أن تحضروا الحلوى وتستعدوا لتقديم الاعتذار.
أما قليل سنعرف من الذي سوف يعتذر الآخر. أتمنى. ماذا؟ أتمنى أن أعود لداري وأجلس أمام المدفأ. نعيم، يجب أن نحتفظ بروحنا المعنوية عالية، فالمعركة قادمة. مستعدين للمعركة. سنطمرهم بالثلوج قبل أن يصلوا إلينا. ألا تلاحظ شيئا من جهة خطوط دحروج ورفيقاي؟ ولا حركة. أعتقد بأنهم قد عادوا إلى بيوتهم. ما هذا؟ ما هذا ماذا؟ شيء غريب. يا للهول، لا أستطيع معرفة هذا الشيء. إنه رجل فضاء قادم نحونا، مرعب ومخيف. هذا ليس برجل فضاء. يبدو أنه رجل فضاء، ربما كان جاسوسا. ويجوز العكس، لنستعد لاستقباله. لا تخافوا ولا تستعدوا. هي أنا لولو. لولو، لماذا تلبسين تلك الملابس التي جعلت فرائسنا ترتعد خوفا؟ ألبسها اتقاء للبرد. ما رأيكم لو استغلينا لولو ككشافة لنا؟ فكرة رائعة. تذهب إلى منطقة دحروج، هل تقبلين يا لولو؟ أقبل ماذا؟ تذهبين إلى منطقة دحروج وتخبرين ماذا يفعلون ضدنا. رافق، تمهلي. يجب أن تكوني مسلحة بقنابلنا الثلجية. ولماذا أحمل قنابل ثلجية؟ سأوضح حالا لك لماذا. حينما تصلين إلى خطوط دحروج، ترفعين يديك إلى أعلى وأنت حاملة القنابل. هكذا؟ أحسنت، وبهذا يطمئنون إليك وتدخل منطقتهم. أرجو أن تنجح خدعتي. أية خدعة؟ ولماذا أعطيتها قنابل ثلجية؟ حتى يظن دحروج وكأننا نقوم بالهجوم عليهم، فيخرجون من مكامنهم ويهجمون على لولو، وبهذا نستطيع كشفهم والهجوم عليهم. تعني بأن لولو هي الطاق؟ فعلا، فالحرب خداع. يا لك من عبقري يا نفيخة. يجب أن نحترس. طبعا، حتى لا يأخذوا لنا على حين غرة. ما هذا الشيء المرعب؟ أين أنتم؟ إنهم يهجمون علينا متنكرين. هذه خدعة، إنه يحمل قنابل. بدأت المعركة، لنهاجم بكل ما لدينا. هيا. فشلا ذريعا. كيف من اي ثلج قضت علينا نحن الثلاثة؟ ان لولو تساوي جيشا كاملا. لقد القيتهما للدفاع. يا للفصاحة، لماذا لم تلقيهما عليهم والقيتيهما علينا نحن؟ لقد كانت الرؤية متعذرة، وقد ظننتكم دحرج ورفقاه الذين هاجموني فور وصولي. سمعتما؟ إنهم يهاجمون أي شيء يتحرك نحوهم. معنى ذلك لو هاجمناهم كنا خسرنا المعركة. يجب أن نبحث عن طريقة تجعلنا نعود فورا. نعود للهجوم عليهم؟ كلا أيها العزيز زحلول، بل طريقة تجعلنا نعود لبيوتنا. معنى قولك هذا يا نعيم هو الاستسلام والهزيمة. إن لم نستسلم لهم عاجلا، فسنستسلم للبرد والصقيع عاجلا. أنا وجدت الحل، فكرة إرسال كشافة لخطوطهم فكرة ممتازة. لماذا لا نرسل هذه المرة جاسوسا؟ لهذا يلزمنا جاسوسا. فعلا، لأن ملابس لولو جعلتهم يظنون أنها واحدا منا. والجاسوسة يجب أن تكون على شيء من الجمال، رشيقة أنيقة جذابة ساحرة. صحيح، أين ستجد تلك الجاسوسة يا نفافيخ؟ شخص واحد يستطيع مساعدتنا. لولو، هل لك أن تساعدين على تحقيق خطتنا؟ طبعاً، أنا مستعدة يا نفيخ. إننا نبحث عن فتاة جميلة رشيقة أنيقة جذابة ساحرة، هل لديك صديقة حلوة؟ ولماذا أبحث وأنا موجودة؟ بيجة؟ كريمة؟ يا عديمة الذوق والأنظار؟
التحديات بين مصممي الأزياء هل ترضي الذوق الخليجي؟ رجال الإنقاذ يتعرضون لصدمات نفسية قاسية في مهماتهم. غلاء الأسعار كارثة لأصحاب الدخل المحدود. العمال يقعون ضحايا الإهمال في الاحتياطات الأمنية. اكتشف موهبتك لتصميم الأزياء وتورر تكون مصمم مميز على برنامج مراسي مع وليد عطله. مراسي الليلة الخامسة مساء على سنة بي. بطولة فزاع لليولة، للاشتراك يرجى الاتصال على الأرقام التالية. تصفيات برنامج الميدان الخاصة بإمارة رأس الخيمة وملقوين وعجمان الخميس والجمعة 8 و9 نوفمبر بمنطقة عوافي برأس الخيمة الساعة 5 مساء. أبشع منها بمراحل. وهذه شهادة أخرى من زحلوت في مصلحتك إنه يعتبرك أجمل من سعاد. يجب عليك استبدال ملابسك لتصبحي جاسوسة. أستبدل ملابسي؟ فعلا أعتقد بأنك على حق يا زحلوت. هيا اذهبي إلى دارك وغيري ثيابك، فحسب قولك يوجد كثير من عديم النظر. اطمئنوا أيها الرفاق، سوف أثبت لكم بأنني سأكون عند حسن ظنكم بي. أتظنوني بأنها ستنجح؟ حصان طروادة لم يكن أجمل منها، ربما تنجح. لولو لولو، هل أنت هنا؟ مرحبا يا سعاد، ألن تأتي لنلعب؟ أنا جاسوسة، هل تأتين لمساعدتي؟ حسنا أنا قادمة. تقصدين بقولك أنا جاسوسة؟ رفاقنا يلعبون لعبة الحرب وسأكون في اللعبة الجاسوسة الحسناء. كيف يلعبون مثل هذه الألعاب في هذا الصقيع؟ لا أدري، أعتقد بأنهم أغبياء. وماذا ستفعلين؟ سأستغل مواهبي وذكائي لتحقيق غايتي. ذكائك؟ أتجمد من البرد، إني أتعجب كيف يتحمل الفريق الآخر هذا الصقيع. إنني أموت من الفرح. لنذهب لبيوتنا، لأننا إذا كنا سننتظر مجيء لولو أؤكد لكما بأننا حينما تحضر سنكون قد أصبحنا ألواحا من الجليد. ما رأيك في هذا؟ لا بأس به، ولكن هذا أنسب وستبقين فيه رشيقة أكثر. ولكنه ثوب صيفي يا سعاد. أظن بأن هذا البرد يكتشف منه البرد. وأنا أظن بأن لولو ذكية فعلا، حيث أنها تنعم بالدفء في دارها وتتركنا هنا في انتظارها. ألا زلتم هنا؟ ها هي قد حضرت. ويلاه، كيف تتحمل الصقيع؟ كيف أبدو الآن؟ سقعانة جدا يا لولو. قولوا الحقيقة، هل أبدو كجاسوسة؟ جاسوسة الجاسوسات حقيقة لا مبالغة يا لولو. لقد وشطت شعري ووضعت من عطور أمي، ومع ذلك لم تبدون الإعجاب. أنا معجب لدرجة العجب. يبدو عليكم وكأنكم بردانون. بردانون؟ نحن بردانون، إننا نموت من البرد، أقصد من القيظ. العرق الغزير ينهمر منكم. نريد الذهاب إلى حمام السباحة لنستحم فيه، وبعد ذلك تأخذ حمام شمس. حسناً، كفاك تهكماً وسخرية، هيا اذهبي للفريق الآخر وعودي بالتقارير الوافية. اطمئنوا من هذه الجهة. يجب أن أنهي مهمتي بسرعة
قبل أن أتجمد. يا لها من رائحة طيبة، إنها مشروب الكاكاو. يا له من سقيع. لولو، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أراكم على خير ما يرام. نحاول أن نتحمل البرد، تعالي شاركينا قدح كاكاو. ربما لا يوجد لديكم الكفاية لشخص رابع. بل لدينا الكثير. أشكركم، إنكم بغاية اللطف. لا أظنني أستطيع الدخول. سأجرب الباب. لماذا لا تقف لا احتراما؟ كلا. تماش لاسي. شكرا جزيلا. إنما أحتاج إليه هو قدح شرب ساخن. وأظن بأن نفيخ ورفيقيه ينامون بالدفء مثلكم أو أكثر. مثلنا أو أكثر؟ تقريبا، لديهم الكثير من الحطب عدا عن الطعام والشراب. ونحن كذلك، لدينا طعام وشراب وحطب. أين هذه الجاسوسة؟ ولماذا لم تعد حتى الآن؟ ربما اكتشفوا أمرها وأخذوها أسيرة. أننا لم نتفق على الجواسيس في اللعب. يجب علينا أن نذهب إليهم ونستطلع مقادف. هذا هو الرأي الصائب. هل نذهب إليها؟ طبعا، هيا بنا هيا بنا. هل تشتمون رائحة غير طبيعية؟ كلا، إنها رائحة الكاكاو، تأتي من ناحية منطقة دحروج. هذه خيانة، كان من الواجب عليهم دعوتنا، ليس للعب دخل في الكاكاو. ولكن يجب علي أن أذهب لنفيخ ورفاق. ستجدين كرة جليد. أنا كرة جليد؟ اتركوني، دعوني، اتركوني. يا لها من جاسوسة 007. ستفضح أمر جاسوستنا. تقصد جاسوستهم؟ لا يمكنك أن تلوم لولو لأنها جلست معهم تنعم بالدفء وبشراب ساخن، فهي جاسوسة. فبجلوسها معهم تستطيع أن تكتشف أسرارهم وتستدرجهم في الحديث حتى تعلم ما هي خططهم. ولا تنسى بأنها تلبس ملابس صيفية ولها الحق أن تنعم بالدفء قليلا. كيف تسكت على نعت دحروج لي بقوله إنني كرة جليدية؟ لا تغضبي عزيزي، فأنت أكبر من كرة. عن قريب سيعلم من هو الكرة، هذا الشرنقعي البرنقعي. شرنقعي برنقعي؟ أنا أوان ذهابي، وأشكركم على حسن ضيافتكم. سأعود حينما تطفون طعامكم. هذا إذا لم يكن هناك إزعاج. يا جماعة، الدخان يتصاعد من منطقة نفيخة وكذا رائحة شواء. إذا كان هذا الأمر صحيح فلن تستطيعوا الصمود طويلا، وعليكم أن تذهبوا إليهم وتتفقوا على وقف هذه اللعبة التي تجعلكم جميعا ترتعشون بردا. من اللحم المشوي ولا أشهى لمعدتي. سنصمد بهذا الطعام وأرجو أن يستسلموا. أعتقد بأنني جئت في الوقت المناسب. استطعت الحصول على بعض المعلومات منهم؟ لقد كان لديهم القليل من شراب الكاكاو وبعض الحطب، وقالوا بأن لديهم احتياطي من الطعام. هل أستطيع مشاركتكم؟ الطعام عدو الرشاقة. لا تتحدث عن الرشاقة الآن. الدفء والطعام هما أهم شيء للصمود. هل نحن في نزهة؟ إننا نلعب لعبة الحرب. ولولو قالت إن الدفء والطعام هو أهم شيء للصمود. ما دام الأمر كذلك سنريهم من سيصمد. زيدوا الحطب وأشعلوه فورا. أهل الطعام دائما وأبدا، أكتب عليهم اللحم. ماذا توقف؟ يبدو أنهم لن يستسلموا أبدا، نيرانهم تتصاعد. أذهب وأستقر ما حدث وأعود لكم فورا بالأخبار. نحن الذين نشوي اللحم. إنكم في غاية من الذكاء. الدفء والطعام أهم شيء للصمود. اللحم لذيذ فعلا، غير ناضج، يحتاج لمزيد من الشاي. إنك على حق، نحتاج.
نحتاج لمزيد من الحطب. هذا صحيح، سأحضره بعد أن أنتهي من هذه. وفي النهاية، في النهاية سيستسلم لنا نفيخة دون قيد أو شرط. زيدوا كمية الحطب في الموقع لتزداد النار اشتعالا. ¡Gracias!